كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أتدري متى يستريح الضمير؟ إذا نمت مستسمحا من جفاك. أتدري متى. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا. السلام عليكم، معكم أبو فردوس. إفادة مهمة للناس المصابين وحتى المعالجين. بالنسبة للجان الطيار غالبا تتمركز في الظهر، تشكل عقد في الظهر وتسرح الأجنحة ديالو على الذراعين. غالبا هذا الإنسان المصاب مصاب بجان طيار غالبا تشوف المنام أنه إما أنه ساقط من أماكن عالية، أو أنه طير في الهواء، أو أنه سيخاف يطيح مشي بنايات عالية كذلك. إذا هذا جان طيار المركز دياله غالبا تكون في الظهر. هنا تنوصي بالحجامة، نوصي بالحجامة. طيب بالنسبة للجان الطيار فاش يكون طالع، حتى تحط تضع أصبعك على الظفر ما بين اللحم والظفر فيتأثر تأثيرا كبيرا. هذا إن لم نقل إن اختفى. جان طيار خفيف جدا، يختفي بسرعة. بالنسبة للفئة الأخرى وهي الجن الغواص، هذا غالبا يكون من صنف الحياة والثعابين، غالبا يكون في الأقدام، غالبا يشكل أو يسبب برودة في الأقدام. أنه أصلا الجن من صنف الحياة والأفاعي يكون ساخن، لكن يريد طاقة، يأخذ طاقة الساخنة من القدمين ومن الجسد بصفة عامة ويترك البرودة. لذلك الإنسان المصاب بفصيلة الحياة والثعابين في الأقدام يحس برودة في الأقدام. نقطة ضعف الجن الغواص هو الأصبع الأكبر، سواء في الرجل اليسرى أو الرجل اليمنى، غالبا الرجل اليسرى ما بين الظفر واللحم. عندما يكون صاعد تضغط يحس بألم فظيع جدا. هنا تكمن نقطة ضعف فيه. لماذا؟ لأنه هو غواص يغوص بقدميه. فنسأل الله عز وجل أن ينصرنا وإياكم على الشياطين الإنس والجن. هذا وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.